السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في وصفة جديدة مع فاطمة. وبالنسبة لهذه المكونات راهم موجودين بالعربية تحت الفيديو وفي آخر الفيديو. وصفة اليوم غولي بالقرفة أو غولي آ لا كانيل أو لي سينامو. هذا نوع من البريوش معروف كثيرا في كندا ويستهلك أيضا بكثرة، مصنوع ببيضة واحدة، لا يحتوي على كريمة ولا يتطلب مكونات كثيرة. وكلمة سينامو هي كلمة إنجليزية بالعربية معناها القرفة. بالنسبة لطريقة التحضير هي جد سهلة وبسيطة، سنمر مباشرة إلى المكونات وطريقة التحضير. بسم الله. بالنسبة للمكونات نحتاج 300 غرام فارينة أو الطحينة والدقيق الأبيض، ما يعادل 2 كوب ليزل 250 مليلتر غير مملوئين. نحتاج أيضا 50 غرام سكر عادي ما يعادل ربع كوب. نحتاج أيضا نصف كوب نتاع حليب يكون دافي ما يعادل 125 مليلتر، 50 غرام مارغرين أو زبدة تكون طرية ما يعادل 2 ملاعق كبار مملوئين جيدا. نحتاج أيضا قرصة نتاع ملح، ونحتاج حبة بيض كاملة، وأيضا ملعقة صغيرة نتاع خميرة الخبز أو الخميرة الفورية، ونحتاج أيضا ملعقة صغيرة نتاع سكر فانيلا ما راهاش موجودة مع المكونات زدتها من بعد. نبدأ أولا بوضع قليل من الماء الدافي مع خميرة الخبز باش تتفاعل. أنا دائما أتأكد من صلاحية خميرة الخبز لأنها ضرورية لنجاح المعجنات. ونزيد لهم ملعقة صغيرة تاع سكر ونغطيها ونخليها تتفاعل لمدة 5 دقائق. بعد ما تتفاعل خميرة الخبز نضع في إناء الخلاط الطحين أو الدقيق الأبيض، نزيد عليهم الملح والسكر العادي والسكر فانيلا، وغادي نخلطوهم قليلا. من بعد نضيف لهم الزبدة أو المارغرين، وغادي نبسو مليح الفارينة مع الزبدة باش الزبدة تدخل مليح في الفارينة. تقدروا تستعملوا اليد باش تتعجنوا مليح العجينه نتاعكم. وغادي نزيد عليهم من بعد الخميره الفوريه اللي تفاعلت، وحبه تاع البيض، وقليل من الحليب، ونحلوا هذاك البيض باش ما يقعد لناش هكاك صفر في العجينه، ونزيدوا كميه الحليب المتبقي. وغادي نجمعوا العجينه نتاعنا جيدا حتى نتحصلوا على عجينة تكون طرية، يعني إلا شتوها صلبة زيدوا قليل من الحليب أو الماء، لازم تكون طرية مثل لابريوش. وانايا باش عجنت العجينة من بعد استعملت آلة العجن، تقدروا تعجنوها فقط بيديكم. شوفوا العجينة كيفاش تجي طرية. غادي نوضعوها في آلة العجن لمدة 5 دقائق أو تدلكوها بيديكم لمدة 5 دقائق. دائما آلة العجن هي تنحي عليكم فقط التعب، يعني هاد الوصفة ناجحة أيضا باليد. من نعجنوها ونتحصلوا على عجينة ملساء كما راكم تشوفوا فيها، غادي نغطوها ببلاستيك غذائي ونخلوها ترتاح لمدة 30 دقيقة حتى يتضاعف حجمها. الآن سنمر إلى الحشو اللي غادي نستعملوه. نحتاج إلى 100 غرام سكر البني أو سكر كازونات ما يعادل كوب غير مملوء، كوب ليزن 250 مللتر ما. نحتاج 5 غرامات نتاع قرفة ما يعادل ملعقة صغيرة مملوءة جيدا، و 40 غرام نتاع زبدة أو مارغرين تكون طرية أو دايبة قليلا. غادي نخلطوا القرفة مع السكر البني. يعني الوصفات الكندية في الحلويات يستعملوا كثيرا السكر البني والقرفة أيضا. بعد ما العجينة يتضاعف حجمها سنضعها فوق طاولة العمل، نكون راشين فيها الفارينة ونرش فوقها أيضا الفارينة، وغادي نورقها على سمك 5 أو 6 مليمتر، وغادي نصنعو مستطيل كبير نعدلوه كما راكم تشوفوا هكاك، وغادي نوضعو فوقه الزبدة وغادي ندهنو جميع المساحة بهذيك الزبدة.
من بعد نزيدو السكر البني اللي خلطناه مع القرفة ونوضعوه فوق جميع المساحة. رائحة القرفة في هذا البريوش تكون شهية. من بعد نقوم بلف العجينة مع الحشو مثل الكاطو غولي، عدلوه جيدا يعني العجينة راها طرية. وفي الأخير في الحافة العلوية غادي نوضع الماء، تقدروا توضعوا البيض، أنا وضعت فقط الماء باش هاديك تلصق مع العجينة. وبعد نكملوا لف العجينة نتاعنا وغادي نتحصلوا على حجم أسطواني كبير. غادي نقسموه إلى قطع، يعني نفس طريقة عمل لو بان أو غيزان اللي عملناه بعجينة الكرواسون. غادي نقسموهم الى قطع، العرض تاعهم واحد بين 2 حتى 3 سنتيمتر، لازم يكونوا عراض. بعد ناخذ بلاطو، اما توضعوا فيه الفرينه او الطحين او توضعوا فيه ورق الطهي. وغادي ناخذ القطع نتاعنا ونعدلوهم ونوضعوهم في البلاطو، وكما راكم تشوفوا لازم تباعدوا بيناتهم لان من بعد غادي يتضاعف حجمهم. انا هذه الكميه عطاتني 12 قطعه، القطر تاعها واحد 10 سنتيمتر بعد ما طابت، يعني بعد ما طابت والشكل النهائي تاعها القطر هكاك واحد 10 سنتيمتر. غادي نوضعوهم في مكان يكون دافي حتى يتضاعف حجمهم، على سبيل المثال داخل الفرن. ها هو كيما راكم تشوفوا فيهم كيفاش تضاعف حجمهم، لو هذيك المساحه اللي خليتوها بيناتهم تملأت من ضعف حجمهم. والان سنسخن الفرن على درجه حراره 190 درجة مئوية، ما يعادل 380 درجة فرنهايت. نسخنوا الفرن جيدا وغادي نوضعوا بلاطو نتاعنا في وسط الفرن، وانا عندي المروحة ونشعل عليه فقط من التحت، انا ما نشعلش الجهة العلوية لانها قوية كثيرا، نستعملها قليلا هذيك الجهة العلوية، نشعل فقط من الاسفل والمروحة دائما شغالة في جميع الوصفات حتى تشوفوه تحمر. ومدة الطهي تكون من 15 حتى 20 دقيقة أو 25 دقيقة أو على حسب الفرن نتاعكم. هاولا كيفاش راه في الشكل نتاعو، غادي نخلوه الآن يبرد وبعد نقوم بعملية التزيين. من بعد سنقوم بتزيينهم بغلاصاج بالسكر الناعم، نأخذ كمية من السكر الناعم على حسب اختياركم، كمية قليلة. ومن بعد غادي نزيد لها قليل من الماء، انا استعملت الماء الدافي باش من بعد الكلاصاج يجمد بسرعه. نخلطوهم جيدا حتى نتحصلوا على هذا الفوندون، وغادي نوضعوه في جيب حلواني جوطابل او تصنعوا كورني بورق الطهي. نملا الجيب الحلواني بالكلاصاج، بعد غادي نغلقوا عليه جيدا على هذا الشكل، ونفتحوا الجهة السفلية، نفتحوها فتحة صغيرة باش يخرج لنا خيط هكاك رقيق. من بعد غادي نقوموا بتزيين الحبات نتاعنا على هذا الشكل، نقوموا بوضع هاد الخطوط من الفوق عدة مرات باش هكاك يظهر لنا هذاك الكلاصاج. وتقدروا في مكان كلاصاج بالسكر الناعم تستعملوا شوكولا اغلاسي، ايضا بالشوكولا اغلاسي يجي عندها شكل جميل. تقدروا مام توضعوا هكاك مكسرات من الفوق للتزيين، يعني هذا هو الشكل الكلاسيكي الذي يباع في المحلات هنايا. وكما راكم تشوفوا الحبات يجوا متلاصقين، لذلك من الافضل وضع ورق الطهي في البلاطو من طيبوهم باش من بعد تقوموا بحملهم بسهوله. غادي تقوموا بحمل ورق الطهي مع البريوش مع بعض وتوضعوهم في طبق التقديم. غادي نحل لكم حبه وتشوفوا كيفاش جات من الداخل، يجي طري ويجي ايضا كي شغل راه فويتي من الداخل. وهذا البريوش يحبوه كثيرا الاشخاص اللي يحبوا هذيك الرائحه نتاع القرفه، وشهيه طيبه. بالنسبه لملاحظات اليوم تتعلق بالسكر البني، بعض الاخوات ما توفرش عندهم في وهران يسمى السكر الاحمر، يعني ما تروحوا عند الحانوت هو معروف بالسكر الاحمر. الا ما توفرش عندكم غادي نعطيكم حيله كيفاش تقدروا تعوضوه باش تقدروا ديروا هاد الوصفه. سناخذ السكر العادي نفس الكميه وغادي نزيدوا له بودره الكاكاو. بودره الكاكاو ماذا بكم يكون مر هكاك باش السكر يكون اقل حلاوه. من بعد خلطوه مع السكر وغادي تتحصلوا هكاك سكر يكون لونه بني، وبعد زيدوا له القرفه وكملوا بنفس المراحل.
وهذه الوصفة اللي عطيتها لكم هي الوصفة الأصلية، ما بغيتش ندير فيها التغييرات، لكن تقدروا من في الحشو تزيدوا مكسرات، تزيدوا فواكه جافة، تزيدوا أيضا لي بيبيت أو شوكولا تاني باش تغيروا من الشكل تاعها والوصفة أيضا. وصلنا إلى نهاية وصفة اليوم، وإن شاء الله تكون عجبتكم، ونقولكم مع السلامة وإلى الوصفة الجاية إن شاء الله.